بمجهودك يعني. شكرا. نحن يعني كده جميعا نشترك في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك محب الحمد لله للرسول عليه الصلاة والسلام، وأعرف تماما تعلقك الشديد منذ الطفولة بحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعرف كثيرا عدد وكم مرة رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام. فربنا يبارك في فضيلتك ويطيل عمرك، الله وننهل دائما من منهل علمك الكريم. وأرحب بابننا محمود فضل ومن الشباب الواعد، وهو رجل يعني محب ورجل قارئ للقرآن ومنشد، وإن شاء الله يكون معنا في هذه السهرة في واحد من الناس. ما شاء الله. فأهلا وسهلا بكم. النهاردة يمكن إحنا عايزين نقسم الحلقة إلى قسمين. القسم الأول أسئلة تخص الرسول عليه الصلاة والسلام لمن لا يعرف بعض المعلومات، ثم نتحدث عن محبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم نتطرق إلى البردة، وأنا أعرف حبك للبردة الشديدة. نعم. وتعلقك بها. نعم. سيدي، فحدثني في البداية عن المعاني السامية في ميلاده عليه الصلاة والسلام ومحبته عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم مثل هذه اللقاءات في هذه المناسبة التي يتعطر الوجود فيها بأعظم مولود وخير موجود وصاحب الحوض المورود، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كان ميلاده ميلاد أمة وليس ميلاد فرد، لأن العالم قبل مجيئه كان تخبط في دياجير الظلام، وكان في جاهلية عمياء، وكانت الحروب المهلكات، إلى أن جاء البشير النذير، وما أرسله الله للبشرية إلا ليكون رحمة للعالمين، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ميلاد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم جدير بالأمة في مشارق الأرض ومغاربها أن تحتفي به. فرب العزة سبحانه وتعالى قبل أن يولد الرسول وقبل أن يوجد زمن الرسول أخذ العهد والميثاق على جميع الرسل منذ الأزل أن يؤمنوا به وأن ينصروا وأن يقروا فأقروا وأن يشهدوا فشهدوا وشهد معهم رب العزة. إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شهد معهم رب العزة سبحانه وتعالى قبل أن يولد وقبل أن يوجد الرسول، وما إن اقتربت أيام ميلاده إلا وكانت تلك الطلائع والبشائر، والذين بشروا من قبله كسيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. بهذا كله بين لنا رب العزة كما وضح من الآية وأخذ العهد والميثاق منذ الأزل، وثناء رب العزة على رسوله في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، لدرجة أن أحد العارفين قال يا مصطفى من قبل نشأة آدم، يعني يا من اصطفاك الله قبل خلق آدم، يا مصطفى من قبل نشأة آدم، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، كنت نبيا وآدم بين الماء، أي كانت الإرادة الإلهية منذ الأزل قضت أن يختم الله الأنبياء والمرسلين بصفوة الخلق صلى الله عليه وسلم. يا مصطفى يعني يا من اصطفاك الله
من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له إغلاقه، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ الخلاق أثنى عليه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. جاء ميلاد أشرف الخلق والمتتبع لميلاده منذ اللحظات الأولى يرى عجبا، حتى إن أمه السيدة آمنة تقول ما شعرت بما يشعر به سائر النساء، وإنما أنكرت حيضتي، وما إن ولدته إلا ورأيت أنه قد خرج مني نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. كانت لحظات الميلاد ومرحلة رضاعه في طفولته تجل عن النظير. من الذي سماه؟ من الذي أطلق عليه اسم محمد؟ جده. لا، وقال رجوت أن يكون محمدا يعني محمودا. قالوا لما سميته باسم لم يكن قبل ذلك؟ قال رجاء أن يكون محمودا في السماء وفي الأرض، وهو فعلا حمده رب العزة وأثنى عليه والخلق جميعا. وما إن وجد عليه الصلاة والسلام إلا وتعطرت بادية بني سعد التي كان فيها رضاع، تعطر أصبحت خصبة بعد أن كانت جدبة. والده توفى كان في عمر كام عندما توفى والده؟ كان في بطن أمه. كان سن والده كم سنة لما توفى؟ وضجت الملائكة. نعم. وقالت إلهنا وسيدنا أصبح نبيك يتيما. فقال رب العزة لملائكته أنا له ناصر ومعين. يعني رب العزة رد على الملائكة حين قالوا بعد أن مات أبوه وهو في بطن أمه. أبوه مات عنده كم سنة؟ أبوه لم يرد بالضبط كم سنة، لكن كان في شبابه، كان صغيرا بعد 25-26 سنة في شبابه. لكن هو الرسول عليه الصلاة والسلام عاش فترة حياته. أظن والده توفى في المدينة المنورة. نعم. والد الرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم أكرمه الله سبحانه وتعالى وبين لنا في مرحلة رضاعه وطفولته معجزات عجيبة، لدرجة أن حليمة التي كانت ترضعه كانت تأتي كل فترة إلى والدته وحريصة على أن يعود معها، لأنها كانت قد رأت الخير جاء بمجيئه. نسمع بقى هذه القصة جميلة، بس نسمع إنشاد من أخونا محمود ونرجع تاني للفضل. إن شاء الله. يلا يا محمود.